أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت تجعل الصعب سهلا يا رب العالمين. إن شاء الله موضوع اليوم نتكلم فيه عن دالة الكسر الجبري. دالة الكسر الجبري، هذه الدالة مفهومة من اسمها. ايه هي كسر؟ يعني عدد نسبي. كسر يتكون، عارفين ان الكسر عبارة عن زي عدد نسبي، 2 على 3 بنسميه كسر حسابي. ده كسر حسابي. اما الكسر، دالة الكسر الجبري هي عبارة عن دالة في البسط ودالة في المقام. يبقى انا عندي دالة في البسط ودالة أخرى في المقام، بنسمي ده مثلا نون سين ودي كاف سين. بدي دالة بسط ومقام بنسميها دالة الكسر الجبري. هذه الدالة بتتميز بمجموعة أشياء. احنا عارفين دالة الكسر، الدالة كثيرة الحدود اللي هي الدالة اللي هي العادية، دالة كثيرة الحدود تكلمنا عنها وقلنا بأن هذه الدالة كثيرة الحدود بنحللها علشان نجيب لها الأصفار، وعرفنا ازاي نشتغل أصفار دالة كثيرة الحدود. فدالة كثيرة الحدود عبارة عن دالة في سين مثلا، على سبيل المثال للسين بتساوي 3 س + 4، دي دالة كثيرة الحدود. سويناها بالصفر لما أردنا إيجاد أصفارها. فدالة الكسر الجبري لما بنيجي نشتغل عليها بنجيب لها الأصفار، أصفار المقام علشان أجيب لها المجال. دالة الكثيرة الحدود كنا بنعرفها دال من ح لح. بناخد عناصر، كل عناصرها اللي بتاخدها من ح بتعوض فيها علشان تدي لك قيمة في ح أخرى. زي مثلا لو جبت دال صفر، صفر ده ينتمي لح، بتساوي تعوض 3 في 0 ب0 + 4 بتساوي 4، أيضا الأربعة تنتمي لح، يبقى الصفر أخدناه ينتمي لح. الناتج الدالي لما س ساوت الصفر كانت تنتمي لح، ص بتنتمي لح اللي هي الأربعة تنتمي لح، وح اللي هي الأعداد الحقيقية اللي هي عارفين خط الأعداد ده كله، جميع النقط اللي بتقع عليه تنتمي للأعداد الحقيقية. يعني مثلا 1 وهنا اللي الصفر والواحد، هنا ملايين الأعداد، بل أعداد لا نهائية وليست ملايين فحسب، أعداد لا نهائية من الأعداد الحقيقية. هنتكلم بقى أول حاجة على دالة كسر جبري. على سبيل المثال دال س بتساوي 2 س + 1 / 12 س. هذه الدالة لما نيجي ندرسها ونجيب لها المجال بنعمل ايه؟ أهم حاجة عندي المقام، باخد المقام وأجيب له الأصفار. ليه الكلام ده؟ ليه أنا بجيب للمقام بالذات؟ لأن أنا ما ينفعش أقسم على الصفر، إن القسمة على الصفر ليس لها معنى. فأصبح عندي المقام ده إنني ما ساوهوش بالصفر، ما يصحش إن أنا أحط المقام بصفر. فبالتالي أنا بجيب أصفار، أول حاجة بعملها في الدالة بجيب أصفار المقام. يعني باخد المقام بتاعي أسويه بالصفر وأشوف القيم من هي اللي هتخلي المقام ده بصفر. طبعا ال 12 يستحيل تساوي الصفر، يبقى إذا السين بتساوي الصفر، يبقى أصفار المقام أصفار الدالة بتاع المقام بتساوي ايه؟ الأصفار المقام ده هي الصفر.
يبقى إذا نقول المجال بتاع الدالة بتاعتنا اللي أنا هعوض بيه القيم بتاعتنا اللي هعوض بيها كلها كل أعداد ح ما عدا القيمة اللي هتخلي المقام بصفر، يبقى أقول فرق، أي أشيل من الح ديت النقطة اللي هتخلي ليا المقام بالصفر. على سبيل المثال دالة أخرى، عاوز أشوف الدالة دال س، أجيب لها المجال اللي هي بتساوي مثلا س تربيع ناقص 9/5. هناخد المقام نساويه بالصفر، هل ينفع إن أنا أقول 5 تساوي 0؟ ما ينفعش، لأن دي 5 وده 0. يبقى الدالة ديت مقامها ملهوش أصفار، يبقى مجال الدالة دي مجال نقول دال س مجالها القيم اللي أنا هاخدها اللي اسمها مجموعة التعويض، المجال ده اللي هو مجموعة التعويض بتاعت س، يعني أنا بشيل س وأحط مكانها عدد من المجال. هنا بشيل كل عدد ح أعوضها في الدالة س في الدالة دهيت ما عدا الصفر، يبقى إذن المجال اللي هو يعتبر مجموعة التعويض لس للعنصر س أو للمتغير س للمتغير س. يبقى إذن الخمسة ديت يستحيل إنها تساوي الصفر، يبقى إذن المجال بتاع س الدالة هو كل ح، لأن مفيش حاجة خلت ليا الخمسة بصفر. في عندك عدد كان 5 بصفر؟ مفيش. طب نشوف سؤال تاني بقى بسيط تاني. طيب هنشوف الموضوع ده بالتفصيل في بعض الأسئلة الأخرى، ولكن هننتقل إلى تعريف آخر. دالة الكسر الجبري ديت هي لها أيضا مجموعة أصفار للدالة كلها بقى، يبقى أصفار دالة الكسر الجبري. احنا كنا بناخد الدالة العادية اللي هي الدالة كثيرة الحدود ونجيب لها أصفارها، أما هنا بجيب أنا الأصفار لدالة الكسر الجبري. لما أجي أجيب الأصفار لدالة الكسر الجبري على سبيل المثال، أوجد أصفار، وعايز انتبه للنقطة ديت لأن النقطة ديت تايهة شوية ومش كل الناس بتنتبه لها. بيقولك أوجد أصفار الدالة نون س مثلا بتساوي س تربيع تربيع زائد 3 س على س تربيع ناقص 9. بنعمل ايه في دالة زي ديت؟ بناخد البسط، نجيب أصفار وناخد المقام ونجيب أصفار ونطرح أصفار المقام من أصفار البسط. الدالة قدامنا اهي تاني، نون س بتساوي س تربيع زائد 3 س على س تربيع ناقص 9. بنحلل البسط، يبقى نقول بما أن س تربيع زائد 3 س بتساوي 0، إذن س ناخد س عامل مشترك تحليل بأخذ العامل المشترك، نقسم س تربيع على س تدي س، زائد 3 س على الس ديت بتدي 3 تاني، س تربيع على عامل مشترك س تدي س، 3 س على الس تدي 3 بتساوي 0. يبقى أصفار البسط هي كام؟ 0 وناقص 3، س بصفر وس زائد 3، س هتديك هنا س بصفر أو س زائد 3 تساوي 0، يبقى إذن س بتساوي 3، فبالتالي أصفار تساوي سالب 3، تساوي سالب 3، يبقى إذن س 0 وسالب 3. طيب أصفار المقام بعد كده نجيب أصفار المقام، بما أن س تربيع ناقص 9 بتساوي 0، بنحللها فرق بين المربعين، يبقى س تربيع س تربيع ناقص 3 تربيع بتساوي س ناقص 3، س زائد 3 بتساوي 0،
إما سين بتساوي 3 أو سين بتساوي ناقص 3، يبقى أصفار المقام بتساوي 3 وناقص 3. كده جبنا أصفار البسط وأصفار المقام. بنجيب بقى أصفار الدالة، مجموعة أصفار الدالة اللي هي اسمها دال س بتساوي أصفار البسط، أشيل منها أصفار المقام. ليه؟ أنت لو عندك أي دالة عادية بتاخدها بتساويها بالصفر، أي دالة كثيرة حدود، عشان تطلع منها الأصفار. طيب أنا هنا بقى لو سبت المقام، لو سبت أصفار المقام هتعمل لي مشكلة. ليه؟ لأن أصفار المقام دي هي القيم اللي بتجعل المقام بصفر، فلما أسيبها هتخليني أقسم على صفر، والقسم على صفر ليس لها معنى. يبقى انتبه الحتة دي، الحتة دي بتقول إيه؟ أي دالة كثيرة حدود عشان أجيب أصفارها بعمل إيه؟ بسويها بالصفر وأحللها وأطلع القيم. طيب لو كانت كسرية جبرية يبقى أنا بس بجيب البسط، أجيب أصفار البسط أو بساوي الدالة كلها بالصفر، فبالتالي أنا مضطر أجيب أصفار البسط لوحدها وأصفار المقام لوحدها، لأن دي دالة ودي دالة، أهو دي دالة ودي دالة، بجيب أصفار دي لوحدها وأجيب أصفار ديت كمان لوحدها. طيب أنا ممكن أشيل أقول أصفار الدالة دال س بتساوي أصفار البسط، طب نسبت الأعداد بتاعت أصفار المقام مش هينفع أقسم، يبقى الدالة ما ينفعش قسمتها، فعلشان كده أنا بطرح أصفار المقام من أصفار البسط كالآتي. يبقى القاعدة بتاعتي هي أصفار مجموعة أصفار الدالة دال س اللي هنسميها إيه؟ الكسرية الجبرية. يبقى دي خاصة بالدالة الكسرية الجبرية اللي هو القاعدة دي. بتساوي ايه بقى؟ اصفار البسط، اصفار البسط بايه؟ اللي هي المجموعة صفر سالب تلاتة وسالب تلاتة. فرق اصفار المقام بايه؟ اصفار المقام تلاتة وسالب تلاتة. يبقى انا بقول ما بقى اطرح مجموعة من مجموعة، بشيل كل عناصر المجموعة اللي في الاولى الاقيها في التانية، يعني اي عنصر موجود في التانية لقيته في الأولى بشيله من الأولى ومليش دعوة ببقية عناصر التانية. يعني تلاتة دي مش موجودة في الأولى، ما اتكلمش عنها ولا أشغل نفسي بيها. أمال إيه اللي موجود في الأولى هنا موجود في التانية؟ السالب تلاتة، يبقى أشيل السالب تلاتة من الأولى. فاضل لي إيه في الأولى؟ أهو الصفر، الصفر مش موجود جه هنا، يبقى هو ده أصفار الدال، يبقى ده اللي باقي من الطرح أو الفرق المجموع من مجموعة. ما نسموش صرح، نسميه فرق. يبقى إذا لما بتيجي تجيب الفرق بتشوف إيه العناصر اللي موجودة في المجموعة التانية أشيلها من الأولى وأكتب بقية المجموعة الأولى. الصفر ده هو طلع أصفار، هو طلع مجموعة أصفار الدالة الكسرية الجبرية اللي قدامي. ننتقل بقى إلى نقطة تانية في الدرس. يبقى إحنا خدنا نقطتين، إزاي أجيب مجال الدالة الكسرية لوحدها، إزاي أجيب الأصفار لوحدها. هنا بقى هناخد ايه؟ لو في عندي اكتر من دالة كسرية جبرية مجموعين او مطروحين، ازاي اجيب الاصفار لهم مع بعض؟ يبقى ايجاد دالة مجال، ايجاد مجال دالتين كسريتين او اكثر، ايجاد مجال دالتين كسريتين ايه او اكثر. ما يكون عندي دالتين كسريتين زي مثلا، نشوف مثال نشتغل عليه اهو. مثلا بيقول حاول بنفسك دوت، بيقول اوجد، حاول من اوجد مجال المشترك لكل من ادي دالة مع دالة وادي دالة وادي دالة وادي دالة. ناخد التلاتة دول سوا نشتغل عليهم بهدوء كده وراحة. نون واحد س، أوجد المجال المشترك لكل
لكل من. لما يقول له كل من يبقى اللي الدوال اللي هيديها لي كلها مع بعضها اجيب لها مجال واحد مش شرط. نون واحد سين بتساوي تلاتة على خمس سين، ونون اتنين سين بتساوي سين تربيع على سين تربيع ناقص اتنين سين، ونون تلات سين بتساوي سين ناقص خمس على سين تربيع ناقص أربعة. سين ناقص خمسة على سين تربيع ناقص أربعة، دي الدوال. هناخد الدالة الأولى نجيب لها مجالها المشترك، مجال نجيب لما بتيجي تجيب مجال مشترك لدوال قبل ما نبدأ بقى نتفق على حاجة. لما بتيجي تجيب عندك أكتر من دالة عايز تجيب لها المجال المشترك بتجيب أصفار الأولى، أصفار التانية، أصفار التالتة، أصفار أي دالة بعد كده. بتجيب مجموعة الأصفار دي كلها وتحطها كلها في مجموعة واحدة، مع شرط كتابة المجموعة إن أنا ما بكررش العناصر. يعني طلع هنا عنصر، هنا طلع العنصر ده موجود هنا وكمان عنصر تاني، هنا عنصرين تانيين وعنصر مشترك هنا، بكتب كل العناصر ديت في مجموعة واحدة مع عدم التكرار. وبعد ما أكتبهم أقول المجال المشترك للدوال دي كلها هو ح ما عدا النقط اللي هتعمل لي مشاكل عند القسمة اللي هي مين أصفار الدوال دي متجمعة كلها. بس دي كل الموضوع ببساطة. نبدأ بقى نشتغل بناء على كده. يبقى نقول أصفار، أول حاجة أصفار نون واحد هناخد مقام بتساوي صفر، نقول بما أن خمسة سين بتساوي صفر يبقى إذن سين بتساوي صفر، يبقى إذن أصفار نون واحد كتبه صاد نون واحد بتساوي صفر. أدي واحد. أصفار نون اتنين هنقول بما أن سين تربيع ناقص اتنين سين بتساوي صفر، إذا هناخد سين عامل مشترك بقى سين ناقص اتنين بتساوي صفر، يبقى إذا سين بتساوي صفر أو سين ناقص اتنين بتساوي صفر، يبقى إذا سين بتساوي اتنين. يبقى أصفار نون اتنين بتساوي صفر واتنين، صفر أهو واتنين أهو، مجموعة صفر واتنين. ها أصفار، شوف أنا ما جيتش ناحية البسط، ما بجيش ناحية البسط خالص. أصفار نون تلاتة، ها هاخد بما أن سين تربيع اللي هي المقام ده سين تربيع ناقص أربعة تساوي صفر، نحل الفرق بين المربعين سين ناقص اتنين في سين زائد اتنين بتساوي صفر أهم دول، يبقى إذا سين ناقص اتنين بتساوي صفر، يبقى إذا سين بتساوي اتنين، وسين زائد اتنين بتساوي صفر، يبقى إذا سين بتساوي الاتنين دي جينا ناقص اتنين، يبقى دي ودي الأصفار. يبقى أقول أصفار نون تلاتة بتساوي أصفار نون تلاتة بتساوي إيه؟ مجموعة اتنين و ناقص اتنين، تمام كده؟ أصفار نون تلاتة باتنين وناقص إيه؟ اتنين. طيب نقول بقى ايه احنا هنتفق المجال اهو نكتبه بصورة عامة عشان ما ننسوش تاني. المجال المشترك لأكثر من دالة هو عبارة عن ايه؟ ح فرق مين جميع الأصفار لهذه الدوال. يبقى المجال المشترك للدوال بيساوي ح فرق مجموعة أصفار الدوال اللي احنا اتكلمنا عنها دي، بس مش أي دوال. يبقى نقول المجال بتساوي ح فرق. يلا بقى نكتب الأصفار. الدالة الأولى أصفارها صفر، ادي الصفر فاصلة. الدالة التانية أصفارها صفر واتنين، كتبنا الصفر يبقى بقى الاتنين فاصلة. الدالة التالتة أصفارها اتنين سالب اتنين، كتبنا الاتنين بقى سالب اتنين. بس كده جبت المجال المشترك لأكتر من دال. الموضوع ده هنستخدمه في ايه؟ في الجمع وفي الطرح وفي القسمة وفي كل حاجة هنستخدم هذا الموضوع. طيب كده يعتبر احنا خلصنا الدرس، ناخد بقى بعض التمارين نحلها على هذا الدرس. هناخد
شوف المجموعة ديت الأولانية دي بتقول إيه؟ عين مجال كل من دوال الكسور الجبرية، عين مجال كل من دوال الكسور الجبرية المعروفة بالقواعد الآتية. عايزين المجال هنا الأصفر مين؟ اتنين، يبقى المجال حفر اتنين. نكتب بسرعة على اللي نقدر نكتبه ونحل على سرعة كده بحيث إننا عايزين ننتقل لنوعية تانية. يبقى هنا وقت المجال نقول ميم كده، المجال ممكن أكتبه بالشكل ده. شفت الميم اللي عندنا ديت؟ دي بنرمز لها بالمجال، زي الميم دي بتساوي ح فرق مين؟ الاتنين، مش الأصفر هنا باتنين، س ناقص اتنين بتساوي صفر، يبقى س بتساوي اتنين حفر الاتنين. طيب هنا المجال قلنا العدد ده ملوش أصفار، هنا أربعة مهما تعوض بأي قيم من ح دي مش هتتأثر، يبقى هنا المجال هو مين؟ انتبه دي من الأسئلة الفنية، دي بتيجي في الامتحانات، دي أسئلة فنية ما بعرفهاش أي طالب. طيب هنا المجال ح بيساوي ح فرق س بصفر، يبقى صفر مجال. تعرف تقول لي دي على طول ح فرق مين؟ برافو، اتنين واتنين وسالب اتنين. ديت اللي هي فرق بين المربعين، دي ممكن أحلها بطريقة تانية. ايه هي الطريقة التانية؟ اهي مش هي س تربيع سالب ستاشر بتساوي صفر؟ عليك تقول س تربيع بتساوي ستاشر، ناخد جذر الطرفين، يبقى اذا س بتساوي زائد او ناقص جذر ستاشر. لما تيجي تجذر تجيب جذر تربيع بيديك قيمتين، التكعيب يكون واحدة، يبقى جذر زائد أو ناقص إيه؟ ستاشر بتساوي زائد أو ناقص، الزائد هقولك ليه، بتساوي الجذر ستاشر إيه؟ أربعة. بتاع كده أضرب موجب أربعة في موجب أربعة بتدي ستاشر، أضرب سالب أربعة في سالب أربعة بتدي ستاشر برضه، سالب سالب وموجب أربعة في أربعة بستاشر. علشان كده بنجيب كل القيم المحتملة اللي هي زائد أو ناقص، فيبقى عندي كأن أنا حللتها فرق بين المربعين، يا إما تحل فرق بين المربعين يا إما تعمل كده، بس دي ما ينفعش إلا فرق بين المربعين بس. يعني الطريقة ديت ما بتنفعش إلا في مسائل الفرق بين المربعين فقط. طيب نشوف بعض المسائل الأخرى. على سبيل المثال لو خدنا س زائد واحد على أربعة س تربيع ناقص أربعة س ناقص ناقص س تكعيب. خدها مرة هنا، دال س بتساوي س زائد واحد على أربعة س تربيع أربعة س س تكعيب. أوجد مجال، عاوزين المجال دي. يبقى المجال ناخد أصفار المقام، نقول بما إن المقام نسويه بالصفر، أربعة س تربيع أربعة س س تكعيب تساوي صفر. هنا أخذ عامل مشترك مين؟ اللي هو س، ناخد ال أس فيه، بباقي إيه؟ س أربعة س أربعة س تربيع بتساوي صفر. طيب ديت عايزين نحللها، نرتب تبع قوسين التنازلية، هيقابلني إشارة سالب، ممكن آخد سالب طيب واحدة واحدة كده، آدي س سالب س تربيع أربعة س سالب أربعة بتساوي صفر، ناخد سالب عبارة عن مشترك عشان نخلص من السالب دي، سالب في موجب سالب س س تربيع أربعة س أربعة تساوي صفر. الس تربيع والأربعة، شوف هنا إيه؟ الأربعة ديت لما احنا خدنا السالب، شوف في خطأ، لما احنا خدنا السالب بره عامل مشترك ما خدناش ما قسمناش، خدنا السالب تربيع من دي وخدنا السالب من دي، ما خدناش السالب من دي ما قسمناش السالب دي على السالب دي، موجب كده.
يبقى فيه هنا أشارت الأربعة ديت بالسالب، الأربعة سين دي احنا خدنا منها سالب بدي سالب، هي موجب خدنا سالب بدي سالب، ده سالب وده سالب هيبقى موجب وموجب، وديت اللي هتبقى بالسالب موجب سالب موجب. يبقى انا عايز عددين دي تحلل اكمال مربع، لان فاكر مربع الكامل لما كنا بنحلل الفرق المربع الكامل كنا بنقول ايه؟ الاول تربيع الاخير تربيع، الاول كمية مربعة الاخير كمية مربعة، ولازم الاشارة تبقى بالموجب. فاحنا بناخد ايه؟ جذر الاول جذر الاخير اشارة الاوسط كله تربيع، جذر الاول جذر الاخير اشارة الاوسط كله تربيع. الاوسط هنشوف كده مظبوط، سالب اتنين سين، سالب اتنين في سين في كمان اتنين بسالب اربعة سين كده مظبوط، او تحليلها مقدار ثلاثي بسيط تبقى سين هتديك سين ناقص اتنين في سين ناقص اتنين ده بيساوي صفر. يبقى نقول اما سين بصفر او سين ناقص اتنين اللي هو القص هو متكرر بتساوي صفر، يبقى سين بتساوي اتنين والقص تاني هدي سين بتساوي اتنين. يبقى نقول المجال، المجال اهو ميم بتساوي ح فرق افتح قوس احط صفر وسالب اتنين، ده مجال الدالة دي. طيب ننتقل بقى الى موضوع تاني، اوجد المجال المشترك لكل من هذه الدوال. المجموعة التانية دي تقول اوجد المجال المشترك للدوال دي، ناخد دايت مثلا المجال المشترك لكل من الدوال س تربيع 3 س س تكعيب 9 س و س تربيع 3 س زائد 9 س تربيع تكعيب ناقص 27. ناخد ده الواحد أصفار لي ده الواحد لي ده الواحد لي ده الاثنين س تكعيب ناقص 9 س بتساوي صفر. إذا هناخد عامل مشترك س في س تربيع ناقص 9، س تربيع ناقص 9 تحل الفرق بين المربعين، يبقى إذا ده بيساوي الصفر. س س ناقص 3 س زائد 3 س تربيع ناقص 3 تربيع، الأول جذر أول ناقص جذر التاني في جذر أول زائد جذر التاني بيساوي صفر. يبقى أصفار د الواحد بتساوي صفر، ده بيساوي صفر ومنها س بصفر، التاني هيساوي صفر ومنها س بتساوي تلاتة، يعني تبقى س ناقص تلاتة بتساوي صفر. يبقى إذا س بتساوي تعدي التلاتة الطرف التاني بتلاتة، ودي هتبقى تعدي الطرف التاني بسالب تلاتة. أصفار ده الاتنين نجيبها ازاي؟ نقول س أس تلاتة ناقص 27 بتساوي صفر. طيب السبعة وعشرين دي عبارة عن ايه؟ دي س أس تلاتة، فكرنا على طول طالما دي أس تلاتة فكر دي تحليل فرق بين، عشان دي ناقص فرق بين مكعبين، والسبعة وعشرين تلاتة تكعيب بتساوي صفر. فرق بين المكعبين بينهم الجذر الأول في القوس الصغير وجذر التاني ونفس الإشارة بتاع القوس، جذر الأول تكعيبي يعني جذر تكعيبي للأول ناقص جذر تكعيبي للتاني، وافتح القوس الكبير عبارة عن إيه؟ القوس الكبير بيتكون من إيه؟
مربع الأول، وفي الآخر هنا مربع الثاني بإشارة موجب دائما، دائما الأخير ده موجبة. أما الأوسط، الحد الأوسط هنا بيختلف عن الحد ده، عن الإشارة بتاع اللي بين العددين أو بين الحدين، هي فرق تبقى مجموع، تبقى هنا موجبة يعني. الأول في التاني بس، مفيش في اتنين، الأول في التاني يبقى تلاتة س. بتلاحظ إن المقدار دوت ما عادش يتحل، المقدار ده ما بتحللش اللي هو التالت ده، القوس الكبير يعني. يبقى إذن أصفار ده الاتنين، ده اتنين هي مين؟ تلاتة اهي، س ناقص تلاتة بتساوي صفر. بنقول دي بتساوي صفر، إذن س ناقص تلاتة بتساوي صفر، إذن س بتساوي تلاتة. يبقى المجال المشترك ميم، هو عاوز مجال مشترك، أقول له ميم اللي هي من بت أهي بتساوي ح، دائما نكتب ح، ونقول فرق وأجيب أصفار المجموعة الأولى اللي هي صفر تلاتة سالب تلاتة، صفر تلاتة سالب تلاتة، وأصفار الدالة التانية هي تلاتة مكتوبة ما كررهاش. خلاص كده جبت المجال. طيب بعد كده بنشوف مجموعة من الأسئلة أخرى. أكمل هنا طبعا كل الكلام ده بنفس الطريقة، هي تعتمد على إنك تحلل بس. يعني مثلا دال واحدة زي ديت دي س تكعيب زائد 8، هتحلل فرق بين مجموع مكعبين اللي هي ايه؟ س تكعيب زائد 3 تكعيب، وهتديك الأصفار هنا بس س بتساوي سالب 2، س تربيع ناقص 3 س زائد 1 زائد 2، هتعمل مقدار ثلاثي بسيط، تبقى س زائد 2 س ناقص 2 في س زائد 2 و زائد 1، هتبقى دي س ناقص 2 في س زائد 1، لما تحل مقدار ثلاثي بسيط وتساوي دي بالصفر هتديك أصفار ديت، تبقى 2 وناقص 1. دي س تربيع زائد 2 ديت ملهاش تحليل، ملهاش حل، ملهاش أصفار، دي مش هيبقى لها أصفار. س تربيع ناقص 2 س، هتاخد س على المشترك، يبقى س بصفر وس ناقص 2 بصفر، يعني س بتساوي 2. يبقى الأصفار هنا صفر واتنين، هنا مفيش أصفار، هنا هو 2 وسالب 1، هنا هيبقى الأصفار بس بسالب 2، دي الأصفار يعني، الأصفار هتبقى سالب 2، الأصفار هنا سالب 2. فتجمع الأصفار دي كلها بعد ما تقول ح فرق، يبقى المجال هنا بيساوي ح فرق الأصفار دي كلها. أكمل دي برضه أسئلة بسيطة. مجال الدالة ديت ح فرق الصفر، مجال ده الكسر الجبري هو ح فرق مجموعة أصفار المقام، مجال الدالة دي تربيع هو قوس، كأنه قوس واحد، يبقى ح فرق مين؟ الواحد. الدالة دي ح فرق مين؟ هو اتنين عامل مشترك بس بتساوي سالب 2. س والسبعة ناقص 32 س تربيع، هتاخد س تربيع من المشترك، يبقى دي تفضل لك هنا س أس 5. أيوة جميلة دي، نحلها. ده س بتساوي س تربيع على س أس 7 ناقص 32 س تربيع. هنقول بما أن س والسبعة ناقص 32 س تربيع تساوي صفر، إذن هناخد س تربيع من المشترك، فاضل س أس 5 ناقص 32 بيساوي صفر. نقول هنا دي طبعا أنا معرفش أنواع التحليل من الدرجة الخامسة، معرفش، هقول له بما أن يبقى إذن س بتساوي صفر، س تربيع بتساوي صفر، يعني س بتساوي صفر دي واحدة، أو س أس 5 ناقص 32، مش هي 2 أس 5 بتساوي صفر، يبقى إذن
60 أس 5 تساوي 2 أس 5، البسط الأس يساوي الأس، يبقى المقام يساوي المقام. إذن لابد إن س بتساوي 2، يبقى أصفار يبقى مقام مجال الدالة بيساوي ح فرق نجمع الأصفار سوا. الأصفار بتاعتنا ادت س بصفر وس باتنين، بس صفر واتنين. شوف سؤال تاني، هي كل الأسئلة دي أفكارها بسيطة كده بقى. اللي عنده أي سؤال يبعته وأنا أرسله الحل بإذن الله وبحوله وقوته. بقول مجال المشترك للدالتين نون واحد ونون اتنين، طبعا هنجيب مقام دي. طيب واحدة زي دي عاوز المجال المشترك للدالتين نون واحد ونون اتنين، حيث نون واحد س بتساوي ستة، ستة على س، ونون اتنين س بتساوي ده. طبعا ديت دالة كسرية جبرية، دي ماليش دعوة، يعني المقام بتاعها بواحد، وبالتالي دي ملهاش أصفار كدالة كسرية جبرية. دي دالة كسرية جبرية ليست لها أصفار ككسرية جبرية، ولكنها كدالة عادية لها أصفار، ولكن أصفارها لا تؤثر على المجال. احنا كنا بندرس أصفارها بس عشان أعرف إزاي أجيب أصفار لما كانت دالة كثيرة حدود، بس عشان إزاي أعرف أجيب الأصفار عشان لما تتحط في مقام أعرف أجيب أصفارها وأبعد أصفارها. لكن كونها في البسط وهي دالة بسط مقامها واحد، يبقى ليست لها أصفار كدالة كثيرة جبرية، يبقى دي مش هعتمدها، ولكن أنا هاخد إيه من أصفار دي اللي هو المقام ده. يبقى إذا المجال دي هو مين؟ هو بقول مجال مشترك، يبقى تقول له ح فرق مين؟ صفر بس، ما تخش ليه سالب ست. دال س بتساوي س زائد أ على س تربيع زائد واحد، ودال اتنين بتساوي واحد، دالة اتنين بتساوي ايه؟ واحد. فإن أ بكام؟ هنعوض، شيل كل س حط واحد، يبقى لما تشيل كل س وتحط واحد تبقى دال اتنين، هتشيل كل س وتحط اتنين، هتشيل كل س وتحط اتنين، يبقى دال اتنين بتساوي س بإيه؟ اتنين، زائد ألف على إيه؟ على اتنين على أربعة زائد واحد، أهي بتجيب دال اتنين بتساوي، قلنا سين سين باتنين زائد ألف على سين تربيع أربعة زائد واحد، ده بيساوي ايه؟ هو بيقول بيساوي واحد، مش بيقول ده الاتنين بتساوي واحد، عاوز فإن ألف بإيه؟ يبقى أصبح عندي الحد ده بيساوي ده، اتنين ألف أضرب طرفين فاسطين، واحد وأربعة خمسة، يبقى اتنين زائد ألف على خمسة بتساوي واحد، يعني اتنين زائد ألف بتساوي واحد في خمسة بخمسة، يعني الألف بتساوي خمسة ناقص اتنين بتساوي تلاتة. طيب بعد كده نفس الكلام، هنا نون س بتساوي سبعة على س زائد أ، وكانت مجالها الدالة نون هو ح فرق سالب اتنين، يبقى سالب اتنين ده هو كان من أصفارها. طيب سالب اتنين المفروض هنا س بتساوي ايه؟ سالب أ. طيب أنا عايز السين تبقى بسالب اتنين، يبقى أ بكام؟ باتنين، عشان أضرب الاتنين في سالب، أضرب الألف دي اللي هي اتنين في سالب تديني سالب اتنين اللي هي الأصفار، وبالتالي تبقى مين؟ ألف باتنين. للدالة دال س حيث دال، بحيث إن دال س بتساوي س ناقص خمسة على س تربيع ناقص ألف، مجالها ح فرق سالب خمسة وخمسة، فإن ألف بتساوي كام؟ ها دي طبعا هنحللها فين؟ فرق بين مربعين، هتبقى الألف بخمسة وعشرين
عشان تديني 5 بالموجب و5 بالسالب اللي هما دول، يبقى ديت الألف أصلا كانت ب25. إذا كانت نون واحد ونون اتنين وكان مجال المشترك للدالتين نون واحد ونون اتنين وحفر سالب 2 و7، خلاص دي هتديني السالب 2، والكاف المفروض دي تديني كام؟ س بتساوي كاف اللي هي بتساوي ايه؟ 7. يبقى كاف بايه؟ ب7. اذا كانت دال بحيث دال س بتساوي س تربيع ناقص لام على س تربيع ناقص 27، وكانت مجموعة اصفار هذه الدالة هي مجموعة 2 وسالب 2، فان لام بكام؟ دي س اس ايه؟ اس 3 ناقص 27. هو بيقول اصفار، وكانت مجموعة الاصفار، مجموعة الأصفار احنا قلنا مجموعة الأصفار ايه؟ بجيب أصفار المقام وأصفار البسط، أصفار المقام وأصفار البسط، وأطرح أصفار البسط من أصفار المقام، بطرح أصفار المقام من أصفار البسط تديني أصفار الدالة، وبالتالي أقدر أجيب مين؟ اللام. طيب نحلها يلا. السؤال بيقول ايه؟ اذا كان دال س س اس 2 ناقص لام على س اس 3 ناقص 27، الاصفار هي 2 وسالب 2. أول حاجة أجيب مين؟ أصفار البسط، س تربيع بتساوي لا، إذا مش هي س ناقص لام بتساوي 0، ده س تربيع بتساوي لا، س بتساوي زائد أو ناقص جذر لا. طيب أصفار المقام، س تكعيب ناقص 3 تكعيب، س تكعيب ناقص 3 تكعيب بتساوي 0، يبقى إذا السين بتساوي 3، جذر التكعيب اللي 3 هو 3، ناخد جذر التكعيب اللي دي وجذر التكعيب اللي دي، بعد دي بتعدي هنا، يبقى س ب3. طيب احنا قلنا بقى ايه؟ الأصفار بتاعتها اللي هي 2 وسالب 2 ها بتساوي مين؟ أصفار البسط ناقص أصفار المقام. طيب لما 2 وسالب 2 أصفارهم، أصفار البسط بإيه؟ أهو جذر لام وسالب جذر لام، مش كده؟ ده فرق مين؟ فرق مين؟ اللي أصفار المقام اللي هو كان إيه؟ 3. دي أصفار البسط وأصفار المقام جبنا ب3، ودي أصفار الدالة، مش هي دي القاعدة بتاعتي؟ طيب يبقى إذا لما جذر لام تديني 2، يبقى لام بكام؟ ب4. ليه؟ أهو جذر لام بتساوي إيه؟ 2، ربع الطرفين يبقى إذا لام بتساوي 4، جذر شيله ربع دي 4. طيب لما سالب 2 جذر سالب جذر لام بتساوي سالب 2، ربع الطرفين ده موجب وشيل الجذر، وديت موجب، يبقى لام كمان ب4، يبقى لام بكام؟ بإذن لام ب4. خدت بالك ازاي تحل المسألة دي؟ وبإذن الله أرجو حل باقي التمرين سهل كله إن شاء الله، وأي حد عنده مسألة كنت ناوي أحل مسائل متفقين لكن الوقت خلاص انتهى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي حد عنده سؤال يبعته.